الدينار الأموي المضروب في الأندلس سنة 400 هجرية. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم المسكوكات الإسلامية. بعد فتح الأمويين للأندلس في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة 92 هجرية بقيادة طارق بن زياد أحد قادة موسى بن نصير والي إفريقيا الأموي، بدأت دار السكة بإصدار النقد الأموي الأندلسي من دنانير ودراهم وأفلاس، وظهرت مسكوكات السوليدوس وهي دنانير حملت مأثورات لاتينية صرفة ثم مأثورات هجينة بين اللاتينية والعربية. ويرجح أن المسكوكات المبكرة كانت تضرب في دار سكة متنقلة. ومن الأمثلة عن الدنانير الهجينة دينار سنة 98 هجرية، وقد خصصنا له مادة مستقلة. ثم بدأ سك الدنانير الأموية الأندلسية العربية الصرفة بعد مرحلة مشابهة لمرحلة تعريب النقد في خلافة عبد الملك بن مروان، حيث بدأت الدنانير العربية الصرفة بالظهور سنة 100 هجرية. وكانت الدنانير الأموية لولاية الأندلس تسك على طراز أجزاء الدنانير التي ضربها الوليد بن عبد الملك في العقد الأخير من القرن الهجري الأول. تاريخ الدينار: سك هذا الدينار أو الدينر بالأندلس سنة 400 هجرية في خلافة يزيد الثاني، وكانت دور السكة التي أنشأها الولاة الأمويون في الأندلس قد بدأت العمل في العقد السابق. وولي الأندلس في تلك الفترة ما بين سنتي 200 هجرية و700 هجرية عنبسة بن سحيم الكلبي. وقد حدث التحول إلى النقد العربي الصرف بعد مرحلة انتقالية امتدت إلى حوالي عقد من الزمان كانت تسك فيها الدنانير ثنائية اللغة العربية واللاتينية. وحصل التحول بعد استقرار الثقة في المسكوكات الجديدة وانتشار التعامل بالسكة المعربة. وبدأت المسكوكات العربية الصرفة تظهر في أسواق الأندلس في حوالي سنة 100 هجرية، وعم تداولها المنطقة وما جاورها بسبب جودتها والقبول الواسع لها الذي دعمته قوة الخلافة الأموية وسيطرة الدولة على مساحات شاسعة من بلاد المشرق والمغرب. واستمر سك العملة الأموية على يد ولاة الأندلس إلى نهاية فترة الولاية الأموية تقريبا. وثمة أمثلة عن دراهم سكت في سنة 28 هجرية حملت اسم دار سك الأندلس. أما ضروب هذا الدينار فهي عديدة، ومثالها سنوات 100 هجرية و200 هجرية و600 هجرية و10 هجرية. خصائص المسكوكة: المعدن الذهب عيار 22 قراطا، الوزن 4 غرامات و27 جزءا من الغرام أي ما يعادل مثقالا واحدا، القطر 19 إلى 20 مليمترا، السماكة حوالي مليمتر واحد. مأثورات الدينار: على الوجه عكس عقارب الساعة في المحيط الداخلي من الدائرة المحددة له، ضرب هذا الدينار بالأندلس سنة 400. على الوجه في المركز بسم الله الرحمن الرحيم، وظهرت البسملة بدل الجزء من سورة الإخلاص في المركز. على الظهر في الطوق وعكس عقارب الساعة محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق، وهو جزء من الآية 33 من سورة التوبة، ولم تكمل المأثورات في جزئها الأخير ليظهره على الدين كله. على الظهر في المركز لا إله إلا الله وحده، وهي شهادة التوحيد المختصرة من دون عبارة لا شريك له. مكان السكة: أقام الولاة الأمويون دارا للسكة أو أكثر في الأندلس بعد فتحها في سنة 92 هجرية، واستهلت دار السكة نشاطها. بدأ الأمر في صورة دار سكة متنقلة في زمن موسى بن نصير، ثم استقرت أعرافها بدءا من مطلع القرن الهجري الثاني. واستمرت دار السكة في نشاطها إلى آخر عهد ولاة الأندلس تقريبا، وكانت تصدر الدنانير والدراهم والأفلاس. وثمة أمثلة عديدة لسنوات أخرى ظهر فيها هذا الدينار إضافة إلى دراهم ولاة الأندلس وبعض الأفلاس البرونزية.